السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هابي لايف لوليتا. اليوم سنقدم لكم كيفية صنع لا شابلوغ أو فتات الخبز. نحتاج خبز، بقايا خبز أو خبز كنا قد تركناه في الهواء لكي يصبح صلب قليلا. نحتاج لغاب أو المبشرة، كما يمكننا استخدام الخلاط الكهربائي بوضع قطع خبز صغيرة في الخلاط ونطحن، ثم نتخلص من الفتات الخشن. بالنسبة لكيفية الاحتفاظ به، يمكننا أن نحتفظ به في برطمان زجاج، في الثلاجة أو حتى في خارج الثلاجة. المهم يجب أن يكون المكان خالي من الرطوبة، ويمكننا الاحتفاظ به تقريبا شهر.